يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب دايما متجمعين، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بيتكم، برنامجكم كل يوم أكلة مع فيفيان. النهاردة طبعا بنعمل أكلات أصيلة وتراثية. اسمحوا لي إن أنا أكسر روتين الأسبوع عندنا، علشان إحنا عندنا مناسبة طبعا غير عادية ولا غير اعتيادية، مناسبة سنوية، هي إن إحنا خلاص فاضل لنا يعني أسبوع 10 أيام، لا أقل كمان من 10 أيام، ونستقبل شهر رمضان الكريم. يا رب يعود علينا كلنا الأيام بخير. إذن في شوية كده تحضيرات بتبقى لازمة في المطبخ، بس تحضيرات أساسية ومهمة جدا جدا جدا، مش هنضيع فيها وقتنا لما نعملها، فهتسعفنا جدا وهتسندنا طول شهر رمضان الكريم. فاستنوا حلقة قوية جدا، تحضيرات مهمة قوي 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 بعد الفاصل، استنونا. حبايبي يا رب يعود علينا كلنا الايام بخير، وكل سنه وكلنا طيبين. انتوا عارفين الايام اللي جايه عندنا مناسبتين، اولا يعني بدء صيام الصوم الكبير للاقباط، هيبدا يوم 10، وان شاء الله ان شاء الله رمضان اول يوم رمضان هيبقى يوم 11/3. فاحنا يعني عارفين ان انا مش عارفه استعد لايه ولا لايه، فانا قررت ان انا اراضي جميع الاذواق. يعني الحاجات اللي هنعملها دي اساسيه في كل بيت، هتوفر علينا وقفه المطبخ سواء للصيام الكبير او كمان لرمضان. هتسهل علينا جدا ان احنا نقف حبه قليلين، كمان ننجز اكتر. عايزه اقول لكم ان من احلى الحاجات اللي بقابلها هنا هي المناسبات. ليه؟ بتخليني بجدد روح المطبخ، بتخليني اجدد في الوصفات، بتخلينا كمان عندنا كده عارفين حماس للي احنا بنعمله. بجد الايام دي من احلى الايام اللي بتعدي علينا كلنا، سواء اقباط او مسلمين. دايما بقول للشعب المصري كله، كلنا بنستنى رمضان. طيب انا بقى في تحضيرات رمضان، ما بيني وما بينكم مش كل حاجه بحس انها مستاهله. يعني مش هحمر شعرية وشوية لسان عصفور، لان انا كده كده هحمر وهحط المية وخلاص خلصت، وحط الرز وخلاص خلصت. ولكن في حاجات بقى بصراحة انا بحس ان هي بتنجز معنا جدا، مش بس في الوقفة، كراكيب المطبخ، كراكيب يعني المواعين. انا عايز اخفف عليك المواعين علشان تبقي يعني تقومي كده هتجري، عارفه اللي هو حاجه من الفريزر الثانيه من الفريزر الثالثه، خلاص كده انت خلصتي. ده غير طبعا الطبق الرئيسي اللي ان شاء الله هنعمل بقى طبعا اصناف واشكال بس عايزه اقول لكم ان انا مترجطه الحاجات تكون كلها ان شاء الله مناسبه لينا وترضيكم. طب ايه اللي يستاهل بقى يا فيفا من وجهه نظرك؟ الصلصه. بصراحة أنا شايفة الصلصة من الحاجات اللي تستاهل جدا جدا إن أنا أجيبها طماطم وأفرزها وأحط لها كمان شوية مكونات كده تعلي من قيمتها الغذائية ولونها وطعمها. دي أول حاجة كده الطماطم. ليه بقى؟ كركبة إن أنتي هتنزلي الخلاط، كركبة إن أنتي لسه هتغسلي الطماطم وتقطعيها وتحطيها في الخلاط ومش عارف، لا 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 لا، لا. كل ده هيخلص معانا في حله واحده، تبرد تفرزي، وكل سنه وانت طيبه اكياس معاكي. تطلعيها للمحشي، تطلعيها للخضار، تطلعيها لاي حاجه هي جاهزه معاكي. طيب انا بقى بعمل الصلصه ازاي؟ تعالي اقول لك. اول حاجه عندي هنا 4 كيلو طماطم، 4 كيلو طماطم حلوه قوي. الطماطم بتاعت اليومين دول حمرة وملحمه، طماطم اليومين دول حلوة قوي، حمرة وملحمة، اللحم يديني تقل. اللون اخده من حاجة تانية، ايه هي؟ الفلفل الحلو، الفلفل الاحمر الحلو ده يا جماعة بقى يعني لا يقل اهمية عن الطماطم بتاعتنا. يعني احنا هنا جايبين 4 كيلو طماطم، عليها كيلو فلفل احمر حلو، وعليها بنجراية واحدة، بنجراية واحدة ماشي بس كده. بس كده
عايزين تحطوا سكر حطوا، انا ما بحطش اي حاجه خالص، انا عندي الفلفل الاحمر الحلو ده كافي ان هو يسكرها لي ويدي لها طعم كل الحاجات الحلوه دي. وبنجرايه هتغسلي الطماطم بتاعتك، هتقطعيها، هتغسلي الفلفل، هتشيلي البذر بتاعه، وادي البنجرايه بحالها، مفيش عندي مقادير غير كده، واحد اتنين تلاتة. هعمل ايه؟ هجيب الحلة بتاعتي، حلة كده تكون كبيرة حلوة، واحطها عندي على النار، ما بحطش مية خالص عندي هنا خالص. ليه؟ انا عايزة اخد صلصة تقيلة، مش عايزة اخد مية. وانتوا عارفين ان انا اصلا الطماطم انا بضربها من غير مية، ولو حطيت بحط حبة قد كده. طيب المية دي هتيجي منين عشان اضربها؟ تيجي من انا احط الطماطم بتاعتي على النار، هي بقى هتحن وتنزل الميه بتاعتها، هتيجي من انا هاخد الفلفل بتاعي واحطه كمان مع الطماطم. طبعا تقدري تستخدمي كميه اكتر كميه اقل براحتك خالص، عايزه تقللي الكميه الفلفل ماشي برضو. وعندي هنا بقى البنجرايه بتاعتي، هعمل ايه؟ هقطعها وارميها برضو عندي هنا على الطماطم والفلفل الاحمر الحلو. التاني انا بعمل ايه؟ انا بعمل الصلصه بتاعتي، الصلصه الحلوه جدا الثقيله المغذيه. عايزه اقول لكم الفلفل بيدينا نتيجه حلوه قوي لانه بيلحم، يعني في لحم فبيدينا تقل واللون، بناخده من الفلفل كمان الاحمر الحلو والبنجر. خلاص تعالوا بقى، قطعت كل ده وهنزله عندي هنا من غير ولا نقطه ميه، بس كده، واسيبها بقى مع نفسها تاخد وتدي بشكل ودي، تطلع لنا احلى نتيجه. ونقول الو يا ست الكل، وكل سنه وانت طيبه. وانت طيبه يا روح قلبي، وسعيده إيه وفرحانه يا رب. ربنا يخليكي كلنا يا رب سعداء، وكل وحسن. البيوت يا رب فرحانه وعمرانه بالخير كله يا رب. يا حبيبتي دايما فرحانه وسعيده كده يا رب. ربنا انا استنيت بخير يا ربنا عارف. انا استنيت لحد اول الشهر ونكون كده قبضنا، وايه نشتري بقى حاجتنا واحده واحده. اه طبعا. ايه يعني ما رضيتش ابدا بدري، ايه رايك؟ اه لا طبعا، انت كده بادئه في توقيت حلو قوي. حياتي ربنا يخليكي. ربنا يعزك يا قلبي. قولي لي بتعملي الصلصه ولا؟ اه طبعا ده لازم ضروري. تكاتك تركاتك يا ست الكل. بصي انا بحط لها بابريكا برضو، ساعات ما بيبقاش عندي لو مش متواجد الفلفل. بحط لها بابريكا بتبقى حلوه جدا. هو انت عارفه ان البابريكا هي الفلفل الاحمر الحلو؟ اه طبعا بابريكا طبعا يعني بتلون. ما انا بقول لك ساعات لما ما بيكونش متواجد، لاني مش بحب احط بقى الفلفل اللي هو الالوان وكده. الفلفل البلدي الاحمر اللي انت جايباه ده حلو جدا. ساعات ما بيكونش موجود بحط لها بابريكا. لا بابريكا طبعا حلوه جدا. وعايزه اقول لك كمان بقى الفلفل الاحمر الحلو الطويل برضو اللي هو مش حار، ايوه برضو ده بيبقى خطير، حلو قوي. بيدي لون برضو وطعم حلو، بس اهم حاجه نشيل البذر. بس اوان برضو كمان الهريسه، هريسه الشطه. نعملها. انا عملت برضو جزء وعملت صلصه الطماطم حبيبتي. يعني بصي بنبدا بقى معاكي بقى شويه بشويه كده. من ايه قولي لي كده اهم الحاجات اللي بتجهزيها لشهر رمضان الكريم وبتنجز معاكي في الوقت؟ بتنجز معايا الصلصه طبعا. الخضار اللي مثلا بجيب بسله وفرزها. الثوم بحفظه، يعني بجيبه مثلا زي دلوقتي نزل، هنعمل النهارده الثوم والله. والبصل. واعملي بقى الثوم اللي انت عملتيه السنه اللي فاتت، هنعمل كان تحفه حياتي. الثوم الباودر. بس النهارده بقى هنعمله بطريقه مختلفه. عارفه لما جبته عملت طبعا الروس اللي هي المفروم. عملت الجزء الاخضر ده، بدخله بقى مع فلفل اخضر فلفل احمر. بعمله للتتبيلات لسمك. ايوه بتنجان. ايوه عشان ما تهدريش منه كتير. صح صح.
لا حلو. وهقول لك بقى اللي هعمله كمان النهارده. لا بقى مش هحرق دلوقتي. لا ساعات برضو بعمل حاجات كتير بقى في الخضار، في اللي زي ما بقول لك برضو كده. هعمل لك البفتيكي الكداب على فكره. اه يا ريت. انا ده مستنيه منك. تأمري بكره صحيح رنا. بعمل برضو ده اساسي، اللحمه المعصجه. اللحمه المعصجه بصي بصراحه ما بعملهاش وقتي، بتبقى عندي بحفظها بقى في اكياس وتطلعيها، بطلع منها على طول دي. بقى بتنجز معايا في الوقت جامد. طبعا طبعا. لا انا معاكي، بس انا قلت السنه دي ايه هحط مكانها حاجه، عشان زي ما انت شايفه انا مبتديه متاخر. بس صراحة كان عندي يعني تارجت كده ان انا اركز في حاجات مهمه جدا، الحاجات الاساسيات برضو، ونكون ايه قبضنا كده، فنعرف نجيب يوم النهارده هنعمل كذا، بكره هنعمل كذا، وبعدين علشان ما يبقاش تقيل يعني. اللي هي تبقى من ميزانيه كده كده الشهر، عارفه اللي هي كده كده تبقى ميزانيه الشهر يعني. ايوه صح. بس فان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا يخليك يا حبيبتي. وانا بلغت سلامك لدعاء. سلامك. وهي هتكلمك ان شاء الله، بس قالت لي مش هقدر اكلمها على البرنامج. هكلمها. ماشي سلمي لي عليها قوي. ربنا يخليك ويسعد قلبك، وكل سنه وانت طيبه، وكل كرور برنامج طيب ورنون. طيب كلكم حبيبتي ربنا يخليكي لينا. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. حرمش منك، ويا رب يعود علينا كلنا الايام بخير. امين يا رب حبيبتي. ميرسي يا حبيبتي. حبيبتي مع الف سلامه. انا اللي شكرا يا حبيبتي. يا حبيبتي مع السلامه. بتقولوا ايه حبايبي؟ مش سامعاكم كويس، قولوا لي. ماشي. طيب بصوا بقى، انا هنا بسيبها ما بحطش اي حاجه، هي بقى هتبدا تنزل في الميه بتاعتها، وهي هتاخد وقت الحلقه ان شاء الله، ما احطلهاش حاجه خالص. خلاص بس هعمل ايه؟ هغطيها يعني، هجيب الغطا. طيب اللي بعده هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل رقم واحد كده البصل المفروم. ليه؟ بص البصل تاني، اولا هنغسلك، هنجيب البصلايه وهنقعد نقشرها، وبعدين نحطها في الكب، وبعدين نغسل الكبه، لان النهارده هعمل لك بقى البصل، وبرده هنفرزه وهنحطه في الفريزر. مش كده كمان هعمل لك ميه البصل. ميه البصل بقى دي اللي هي لكل التتبيلات. طبعا ايه اللي خلاني افكر في ميه البصل يا جماعه؟ الخلاط. اولا هعمل في خلاط، اولا الوقت، ثانيا انها مهمه جدا في تتبيلات كتيره قوي هتنجز معانا في الوقت، وكمان في ناس يعني بتروح تشتريها، تصدق او لا تصدق في ناس بتروح تشتري ميه البصل، ولا ايه يا ست ابتسام؟ انت رايك في الموضوع ده؟ هو ده بالظبط. هي انت عامله ايه؟ صباح الفل يا مشمش. عامله ايه يا حبيبتي؟ اخبار يا روحي انت، ايه اخبارك؟ الحمد لله تمام. حلوه الحمد لله. قولي لي بقى، بالنسبه للصلصه، ايوه يعني ممكن تجربيها كده على جنب، معاها جزرايه، ايوه، ومعاها فلفلايه رومي كده. اول حاجه بتتقل لك الصلصه، تاني حاجه بتديكي طعم تاني خالص. جزر. طيب تبشري. ماشي تبشري جزرايه وتقطعي فلفلايه كده، وتضربيهم في المطحنه او في الخلاط او في الكبه، وتحطي معاها قوطه. تمام ماشي اوكي. عادي بقى مع بصل وتوم وشفايه والكلام ده. اول حاجه بتديكي الصلصه تقيله، تاني حاجه بتديكي طعم تاني حلو قوي. طب حلوه دي، اجربها. ماشي فانا بعمل كده. حياتي تعيشي. وتعملي ايه تاني بتستعدي بيه في المطبخ لشهر رمضان المهم؟ يعني لو لا بتقولي انا لازم اعمل الخطوه دي عشان دي بتنجز معايا في نهار رمضان. اول حاجه طبعا بحمص كيلو لسان عصفور مثلا كده، بشيله في علبه. ماشي. احمص كيلو شعريه اشيله في علبه. ماشي. اللحمه المفرومه بجيبها اقسمها جزء، مثلا هعمل حواوشي في يوم، صح، اجيبها واتبلها وكل حاجه كاني هحشيها حالا، صح، بس اروح شايلاها. ماشي. لاني مش عارفه، انا سمعت دكتور بيقول لك ما ينفعش تشيل اللحمه المفرومه نيه في الثلاجه. في التلاجة ولا في الفريزر؟ في الفريزر عامة يعني. ما عنديش معلومة بكده. لا عادي طالما انت حفظتيها في درجة حرارة اللي هي الفريزر. ما انا عارفة، انا كمان ببطخها بحيث ان هي برضه ما تقعدش كتير. بالظبط كده. هي بس اهم حاجة ان احنا نتابع يعني سلامة الغذاء في كل حاجة احنا بنعملها، خصوصا في التفريزات. ما هو انا بقى ايه يعني، ايه بريح نفسي. جزء مثلا كده بعصاج واشيله. جزء مثلا هعمله كفتة بتبله واشيله، بحيث اطلع اشتغل على طول. دي حاجة مهمة جدا. ده حقيقي. حبيبتي ربنا يعود علينا كلنا الايام بخير. رز مثلا اروح برضو معملها مصبعاها واديها نص تشويحة كده، واشيلها في الطبق فلفل.
يعني انت بتشوحيها بتحمريها يعني؟ لا كده يا دوبك حاجه ذهبي كده. تمام، لكن ما بتشيلهاش كده مره واحده؟ لا لا، بحيث لما اجي اطلعها احطها على طول تتحمر تنزل سخنه على طول. طب حلو ده. فبجهز بقى، وطبعا بعمل جدول بقى شهر رمضان ده، بعمل له جدول. ايوه بمشي عليه، وببقى مجهزه بقى كل حاجتي بقى من قبل رمضان. حبيبتي يا رب دايما الخير موجود عندك، ويا رب دايما البيت مفتوح بحسك، ودايما مجمعه كل حبايبك حواليكي. وكل سنه وانتم طيبين حبيبتي، وكلنا طيبين، وكل سنه والناس كلها بخير يا رب. أمين. يا رب الايام تعدي على خير يا رب يا رب يا رب يا رب. نورتيني يا حبيبتي. ماشي حبيبتي، مع الف سلامه، مع الف سلامه. طيب نيجي بقى هنعمل زي ما قلنا البصل. طيب اول حاجه عندي هنا ايه؟ البصل المفروم. عندي هنا كيلو بصل اصفر متقشر، وكيلو بصل احمر. ماشي، في الاحمر ده يعني انا هعمل منه ال ميه البصل خلاص. وعندي هنا البصل ده هفرمه عادي جدا وهشيله بس زيه زي الثوم، مفيش اي مشكله. طيب خلوا بالكم انا هنا هحط ملح وميه، هنا لا، هنا مش هحط اي حاجه، بس هقول لكم ازاي نطلع على قد الطبخه خلاص. في اي حاجه كده، هو كيلو هنا وكيلو هنا. طيب هعمل ايه؟ هروح اجيب عندي، بس استنى اجيب ايه الغطا ده اهو علشان اقفل بيه اهو. وهجيب بقى الكبه، وهجيب الخلاط. ماشي خلاص، الاثنين مع بعض. حاضر، عندي هنا بقى زي ما قلنا البصلايه، علشان نعمل هنا كمان ميه البصل. طيب بعمل ايه في البصل؟ مش ببشره، لا استنوا سهل ايه، بقطعه عندي هنا مهم جدا بالسكينه، واضربه في الكبه على طول. طب ليه مش ببشره؟ عشان ما ينزليش ميته، ومش احط له ملح علشان ما ينزليش ميته. عايزه بقى تعملي فرم خشن هتعملي كيس خشن، عايزه تعملي كيس ناعم هتعملي كيس ناعم، هتعملي عصير هتعملي عصير، ما فيهاش اي حاجه. ولكن هقول لك برده ايه الفرق ما بين التلاتة. هضرب دول اهو، دول هعملهم خشن، هقسم الكمية عندي واعملهم خشن. تمام، طبعا ده للحاجات المطبوخة، هنعمل سلطة اكيد مش هناخد من الفريزر. يلا تعالوا نضرب ده بقى لحد ما نضربه. تعالوا نروح لفاصل ونرجع نشوف هنعمل ايه تاني، استنونا. هي مرة واحدة هنعيط فيها وخلاص كده، هي مرة واحدة هن ايه هندمع فيها وبس كده خلاص. اهو حطيت، منوراني ولا يا استاذه دينا؟ استاذه دينا خالص يا روحي. بصوا بقى هعمل ايه، لازم ابطط عندي الكيس كده عشان اولا ما ياخدش مكان عندي، ثانيا هقول لكم بقى على حاجه دلوقتي هعملها، هقسمه وهو قبل ما يتفرز. يعني انا عارفه الطبخه بتاعتي باخد منها قد ايه، ما بحطش ملح. ليه؟ الملح هينزل لي الميه اهو، مهم قوي. ما بحطش للبصل ملح غير الثوم. بصوا بقى هعمل ايه، بس هقفل ده كده خلاص اهو. بصي بقى هتعملي ايه، خلاص احنا قفلنا صح، هتعملي كده ماشي، ده كده جزء، وهتعملي كده بس كده بايديكي، ده كده جزء بس كده خلاص. انتي قسمتي على قد الطبخه، عايزه اقل هتقسمي اقل،
فهميني؟ هتعملي كده كده، استنى بس اخرج شويه الهواء دول، او تسيبوها مفروده، عايزه كنت اخرج شويه الهواء، او تسيبيها مفروده. المهم تقسمي، لان احنا هنطلع على طول طبعا، مش هنسيبه طبعا يفك، لا احنا هنطلع على طول من الكيس ونرمي ونقفل وندخل اي حاجه واطلعها من الفريزر، ما بسيبهاش تفك عشان ما تنزلش ميتها. ده اول واحد، وانا عاملاه خشن اهو، شايفين ده بقى ينفع لايه؟ محشي، طبعا طبيخ، خضار، اي حاجه ينفع معاكي. تعالوا بقى نعمل حاجه ايه انعم شويه بيه. عندي هنا البصل الاحمر اهو، بس كده البصل الاحمر برضو هنا هنعمه جدا، ونقول الو يا شيرو. ايوه يا فيفا يا حبيبه قلبي، ازيك حبيبتي؟ عامله ايه؟ الله يخليك يا رب. ايه اخبارك؟ الحمد لله، كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه بالصحه والسلامه، واسره كل يوم اكله طيبين. امين يا رب يا حبيبتي. يا حبيبتي ربنا يخليكي ليا. قولي لي يا شيرو، ايه اهم حاجات بتجهزيها في مطبخك استعدادا لشهر رمضان؟ هو طبعا يعني زي ما قلت لك قبل كده، الزبده والسمنه والحاجات دي، تمام، والثوم عشان طبعا اوانه دلوقتي فرم وكده، وعصير البرتقال والجزر بحبه قوي. المركز المركز ده. طب ما تقولي لي الطريقه كده. لا عادي، بتبشري الجزر، ايوه، عشان يبقى سهل في الخلاط، يعني بدل ما نجيب العصاره، لان انا عندي العصاره بس بدل يعني دوشه العصاره، أيوة. لا هي بتبشري الجزر، ايوه، وتحطيه في وتعصري البرتقال البلدي في العصاره بتاعته، عصاره البرتقال، ايوه، وتحطي ده على ده وبس، وتحلي بالسكر بس بسيط، بسيط مش كتير. ماشي اوكي، حلو ده. بس عايزه اسالك، ممكن ينفع يتعمل قمر الدين منه؟ من ايه؟ نفس العصير، يعني العصير دوت اللي عصير انا عملته الجزر؟ مثلا طبعا ينفع ان انا اعمل منه قمر الدين. تحطي له نشا وتعمليه طبعا، بس هيبقى جاهز. ولا قصدك قمر الدين بقى رقات اللي هو اللفائف؟ لا ده طريقه تانية خالص بقى. احنا كنا عملناه السنه اللي فاتت. ايوه هقوله لك. ان حاضر. شاء الله يا ريت تقولها لي. ماشي يا روحي. ماشي يا حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. يخليكي ليا يا حبيبتي. وصلصه الطماطم ما ننتهاش طبعا، اهي على النار. ايوه على النار. وبصل عايزه اقول لك هيفرق معانا جدا، ان احنا ما نطلعش الكبه، ان احنا ما نقعدش نقطع طبعاً. بصل طبعا عارفه كل دي كركبه، عارفه نبقى رايقين. ربنا يسر الامر يا رب يا حبيبتي، ويقعد عليكي بكل خير انت وكل اهل بيتك يا حياتي، دايما عامل مفتوح بحسك. نورتيني يا روحي. بصي بقى، انا عايزه البصل ده انعم خالص. ليه بقى؟ ده بيكون حلو بقى لو عايزه تلفي مثلا فرخه، مش عايزه ميه بصل، عايزه تلفي فرخه، بيبقى فيه ميه ماشي كتير. انا عايزه يكاد يكون ان انا ايه بقى، يعني عايزه نعم كانه مبشور انا، بس مش عصير، عصير إيه؟ لا حاجه تانيه خالص، العصير حاجه تانيه. حاضر بس اخلص ده. خلي بالك خلي بالك، انا ما بحطش ملح، وهقول تاني وتالت، خلي بالك ما بحطش ملح للبصل عشان ما ننزلش ميته، الى ان انا بقى بمزاجي اللي هحط له ايه دلوقتي. إيه مش هحط ميه للبصل، ايه مش هحط ملح للبصل عشان ما ينزلش ميته، بس انا بقى في خطوه في من الحاجه من الحاجات هروح حاطه ايه، هروح حاطه ملح علشان يديني النتيجه اللي انا عايزاها، عشان ينزل بقى في الحاله دي ايه بقى ميته. ونقول الو يا مدام سميره. الو يا جميله حبيبتي، ازيك؟ عامله ايه يا روحي؟ الفل يا حبيبتي، وحشاني وحشاني. الحمد لله يا حبيبتي. كمان يا حبيبتي، تسلم ايدك تسلم على كل حاجه يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي. قولي لي، نعم يا حبيبتي، بتستعدي ازاي للصيام؟
بتعملي ايه؟ لا بجهز طبعا، بيبقى بصي في طعميه بتتجهز، ايوه فول بيتعمل، ايوه صح، انت واخده حاجات ناس صيامي دي، بس انا طالبه منك حاجه، قولي لي يا روحي. الثوم، انت هتعملي الثوم؟ لان كان عندي ثوم، بصي كان عندي كميه ثوم فصصته، طحنت اللي طحنته، وعايزه اعمل بقى ثوم باودر. حالا 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 هنعمل ثوم، هنعمل ثوم وهنعمل بصل، طب كله عندنا يعني حالا. لا حالا هقول لك الطريقه، وكمان بالثوم اللي هو المفروم هقول لك ازاي. حاضر يا روح قلبي. انا عملت ثوم مطحون الحقيقه، عملته لان كان عندي كميه من السنه اللي فاتت كبيره قوي، فقلت بصراحه انها مثلا ايوه طبعا طبعا تستغليها، فجهزته الحقيقه. طيب حالا هقول لك ازاي. تسلم ايدك حبيبتي، يا حبيبتي تسلمي لي، انا وانتوا جميعا طيبين حبيبتي، وكلنا طيبين وبخير يا رب يا رب. طبعا انا هنا مش بقطع، ها انا بظهر السكينه وايه بقسم، هنا بظهر السكينه وبقسم، ها انا مش بقطع عشان بس ما تتخضوش اهو، اهي شايفينه، بصوا عملته ازاي اهو بظهر السكينه اهو، وبرده هدخله الفريزر بالشكل ده، اطلع اخد الجزء اللي انا عايزاه واقفل، اطلع اخد الجزء اللي انا عايزاه واقفل، ولازم اكون مبططاه كده يا جماعه علشان اعرف اتعامل معاه ما ياخدش عندي مكان في الفريزر. طيب ازاي هنعمل الثوم البودره او الثوم او البصل البودره؟ رقم واحد، احنا هنعمل اللي احنا عملناه ده في طريقتين. هنعمل اللي احنا عملناه ده اللي هو هنمسك البصلايه ونفرمها ناعم جدا جدا جدا، مش هنحط عليها لا ملح ولا اي حاجه، وهنجيب ورقه زبده وساق كبير ونفرده على ورقه الزبده دي تماما تماما تماما، نفرده حلو قوي لو انا عايزاه طبقه رقيقه، وادخله الفرن على درجه حراره 70، ويفضل ان انا اشغل الهوايه درجه حراره 70، وبعدين كل شويه اروح مقلبه، كل شويه اروح مقلبيه، كل شويه اروح مقلبيه، هياخد تقريبا ساعتين الطبقه الرفيعه دي، صاج كبير حلو كده، يخرج لي اسيبه كمان كده مثلا في الهواء يعني ايه ينشف اكتر، مش سخن على طول، حطاه في الكبه، احط بقى في الكبه في المطحنه زي ما انت عايزه ويتطحني. عايزه تحطي له شويه نشا بساط قوي، حطي له برده شويه نشا بساط قوي، بتاع بره بقى مليان نشا وحاجات تانيه كتير، لكن اللي هنعمله في البيت هيكون مركز، فاحنا بنحط له بس النشا علشان ايه ما يحصلش معانا، وكمان علشان نعرف نلفه في الكبه. وهتاخدي احلى توم بودره وبصل بودره بالطريقه دي. وفي طريقه تانية، هي ايه بقى؟ هقول لك دلوقتي. الاول بس ايه، تعالوا بعد ما خلصنا كده عندنا هنا التوم، انا عايزه دي بس البصل، عايزه دي تتغسل، ماشي يا رغده تتغسل وتجيلي تاني لحد. ازيك يا رغده؟ الله يسلمك. عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه. وانت طيبه. قولي لي عندك قد ايه يا رغده؟ صوتك صغنن. وانت طيبه. عندي 17 سنه. يا روحي. طب قولي لي، ليكي في المطبخ ولا متفرجه؟ لا انا ليا في المطبخ. ايه بجد؟ برافو عليكي. بتدخلي تعملي ايه بقى؟ احكي لي. بعمل كل حاجه. كل حاجة؟ طب بجد شاطرة. طب بتجهزوا ازاي بقى لشهر رمضان الكريم؟ ايه أكتر حاجة بتفرق معاكي لو حضرتيها في المطبخ؟ المحشيات والحلويات والحاجات دي كلها. الله، بتعملوا محشي وتشوفوا في الفريزر؟ أيوة. الله، أنا بحب كده قوي. يس، دي أحلى حاجة ممكن تتعمل. أيوة. إن أنتي تعملي كده المحشي وتشوفيه في الفريزر، يا بجد شاطرة. حبيبتي كل سنة وأنتي طيبة وتعيشي وتعملي. كنت طيبة، كنت عايزة أعرف طريقة الكريم شانتيه. الكريم شانتيه؟ أي طريقته في إيه بقى؟ اللي هو إحنا نعمله ولا إيه؟ مش فاهميكي، أصل الكريم شانتيه هو باودر بنشتريه وبنحط عليه لبن ساقع أو مية ساقعة علشان يمسك كده، ونقعد نضربه بيه المضرب كويس جدا لحد ما يبقى تقيل. أو نجيب الويبنج كريم، او هي كريمه الطهي وكريمه الحلويات، وبرده نضرب فيه لحد ما يبقى عندنا تقيل. فانت عايزه اي فيهم بقى؟ رغده اسمعيني من التليفون يا رغده. سامعاكي من التليفون، قلتي طريقته ايه؟
طريقته ايه؟ قالت لي انت سامعاني من التلفزيون؟ قفشتك. بقول لك انت عايزه طريقه ايه فيه؟ لا هي مصممه انها تسمعني من التلفزيون. يا رغد اسمعيني من التليفون يا رغد. طيب بصوا بقى، هو معانا ميه البصل ونقول الو. اختراع يا كوتش بقى، مش عايزه اقول لكم تتبيلات بانيه. كمان بحطه في الاسكالوب، اللحمه، كبده، اي حاجه اي حاجه انزلي عليها بشويه ايه عصير بصل. حطيت هنا كام بصلايه صفرة واحط عليها احمر. هنا بقى فقط احط الملح هنا اهي، بس مش اكتر عشان البصل زي ما احنا عارفين بيمتص الملح، ومعلقه فلفل اسود وميه. انا عايزه عصير بصل اهو بس كده، وهنضرب ده كله. يلا بينا تعالوا بقى نروح لفاصل ونرجع نشوف بقى عندنا عصير ازاي. استنونا. بص بقى لازم وانتي بتدعيلي. بصوا بقى انا بعمله مركز ازاي، عايزه اوريكم. بصوا كده، بصوا شايفين تركيزه اهو، تاخدي بقى منه. شايفه عامل ازاي؟ شايفه تركيزه عامل ازاي؟ تاخدي منه بقى اهو وتبلي بقى اهو بس كده، ولا خلاط بقى يطلع ولا كركبه ولا اي حاجه. انا مش عايزاه خفيف، انا عايزاه تقيل كده. وبعدين اروح معبيه اهو في الكيس عندي. انا بس كنت عايزه اوريكم قوامه قبل ما احطه في الكيس، وبرده افرده واقسمه زي ما قسمت التاني. طلع الهواء تماما بس كده، شكرا. امسحه بقى. حطيت له ده بقى عشان اعمل ميه بصل، حطيت ملح وحطيت فلفل اسود وشويه ميه اساسيين معايا عشان اعمل ميه البصل الخطيره الاساسيه عندي. ما بصفيش، هي كده لازم تكون ناعمه خالص، ما بصفيش. وبرده اقسم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، بس ده ايه ممكن ما اعرفش اقسمه لان ده يبقى عندي، ده هخففه كده واطلع اكثر، اطلع اكثر على طول بس كده. تعالوا ده مركز، يعني عايزه اقول لكم هنعمله ونحط عليه شويه ميه بعد ما نطلع، يعني هنطلع ونحط عليه شويه ميه. ده مركز، حاضر ده مركز. طيب نيجي بقى للثوم. طيب الثوم هعمل ايه؟ شفتوا حد يحب ريحه البصل والثوم؟ حد كده؟ انا بحب قوي ريحه البصل والثوم. طيب نيجي للي بعده. طبعا طبعا اساسي ان احنا نفرز الثوم، وده اوانه. بجيب التوميه الحلوه الجديده اللي مليانه، تعالوا اوريكم مليانه ازاي. سكينتي الحلوه، ليه سكينتي بتتاخد؟ هات يا مين؟ يا مدام ابتسام. صباح الجمال. يا صباح السكر حبيبتي، عاملة ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عاملة ايه؟ ايه اخبارك؟ وانتي اخبارك ايه؟ انا بفرز وبعمل بقى حاجات حلوة قوي. طبعا. ربنا يعونك بالبصل ده. حبيبتي ربنا يخليكي. قوليلي بقى بتستعدي ازاي لشهر رمضان الكريم؟ وكل سنة وانتي طيبة حبيبتي. وانتي طيبة يا حبيبتي. والله انا عملت برضو الطماطم فرزتها. ايوه. وطبعا عصقت لحمه. ايوه. وعملت كفته رز. أيوة. وجهزت بقى الستيك وبفتيك والحاجات دي. الله الله بقى. طب استني احنا نعمل بفتيك كداب.
ايوه ما انا شفت حضرتك عملتيه قبل كده باللحمه المفرومه. ده بيبقى خطير وبيديكي كميه حلوه قوي. ما انا فاكراه عملتيه قبل كده حضرتك. عملتيه ان شاء الله. أوكي. بجد عاملين شويه حاجات هتعجبك قوي ان شاء الله. يا مسهل ان شاء الله يا حبيبتي. الواحد بيحاول عشان ما يضيعش وقته بقى ونتفرج بقى للصلاة وقراءة القرآن والحاجات دي. ما انا بقول يا جماعة احنا مش بنهتم بالمطبخ علشان الاكل والشرب. ايوه طبعا هو شهر عبادة وكل حاجة، بس علشان احنا نوفر وقتنا لده بقى. والله يلا الحمد لله ربنا يعين الناس. والله حبيبتي يا رب اللي هم فيه وكده يعني، وازاي ماما وبابا واخواتك حلوين يا حبيبتي بخير الحمد لله، ولادك وزوجك حلو يا حبيبتي الحمد لله والله كتر الف خيرك على سؤالك يا حبيبتي. بهدي سلام للجروب كله، اقول لهم كل سنه وانتم طيبين، والكاست كله 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 رنا أستاذ ضياء وكل اللي عندك يا رب حبيبتي. أقول لهم كل سنة وانتم طيبين وبخير يوصل يا حبيبتي، ورمضان كريم على الناس كلها علينا يا رب، كلنا يا رب يقعد علينا كلنا الأيام بخير يا رب. حبيبتي يا رب نورتيني. شكرا يا جميل. شكرا يا حبيبتي. بصوا بقى أنا بعمل إيه، أنا بفتح كده عندي هنا التومية وبشيل حاجة هنا في النص، شايفين دي أهي، دي بشيلها أهي خلاص، دي بتبقى ناشفه ما تنفعنيش خالص، فبشيلها وبرميها وبعدين بروح حاطه هنا توميه. كمان بشيل اول قشرتين كده من عليه علشان ده انا هقول لكم انا عملت فيه ايه اهو، حتى بالسكينه عشان اوفر على نفسي اهي، اول قشرتين اهو بشيلهم خلاص، ويبقى احط بقى عندي هنا راس التوم بحالها اللي كلها طبعا دي ما بيطلعش منها اي حاجه تترمي زي ما ست ام اسلام كانت بتقول اهي. بفتح كده بشيل اهم حاجه عندي اللي في النص دي، دي اول حاجه بتنشف عندي. بصوا فص الثوم عامل ازاي، واروح بقى شايله كده اهو، وسايبه بس الكام ورقه اللي بره دول هم اللي انا عايزاهم هنا بره. بحط ليه بقى، هقسمها نصين الكميه اللي انا بطلعها دي، وهقول لكم هعمل بيها ايه. الحاجات دي بس اللي انا هرميها اهي الحاجات الناشفه، اما دول بقى هقول لكم انا بعمل بيهم ايه. وتعالوا نكمل. طبعا عايزه اقول لكم ان ده بقى اساسي، ده مش اختياري هنعمل ولا مش هنعمل، لا ده اساسي لازم كلنا بنعمل الثوم في الوقت ده علشان ده بيرمي معانا طبعا طول السنه، بنخزن الثوم طول السنه، يا اما بقى تيجي في نص السنه كده وتحتسي ما يبقاش عندك توم، والتوم اللي في السوق مش هتلاقيه مصري هتلاقيه صيني، اللي هو لا طعم ولا ريحه ولا شكل ولا اي حاجه، وهتحسي كده ان انت ايه، لا ده انت فاتك كتير. فمهم قوي التوم وهو كده لسه جديد تقدري تجيبي وتعملي ومش هياخد معاكي وقت. يا مدام لوريس. ايوه ازيك يا بيبي. ازيك حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله. كل سنه وانت طيبه ووحشتيني جدا. بقول لك ايه، النور بيتقطع عندنا من 12 ل 2. معلش يا روحي معلش. وحشتيني وحشتيني بامانه، مفتقداكي جدا. وانت كمان صدقيني. عامله ايه يا حبيبتي؟ وانت طيبه يا حبيبتي وبخير. دايما انت سباقه في الحاجات الحلوه حبيبتي يعني. ربنا يخليكي. وموضوع البصل ده جميل قوي قوي، انا بعمله بس ما بعملش ميه البصل. لا ميه البصل دي بقى، ده انا ايه اللي خلاني اعملها، انا لقيت فيه كده يعني براند عامل بصل ميه بصل. ايوه ميه بصل، ميه بصل يا جماعه. لا ده احنا نعمله بقى. لا ده احنا نعمله بقى. احنا كنا فعلا كنا فعلا الواحد بيشتري كوت الثوم، وبعدين قلت لان هي متعب شويه، لكن هي الكبه بصراحه دلوقتي بقت طبعا سريعه وجميله اساسيه جدا والواحد بيعملها. ايوه صح. وانا بس انا بخزن بقى الثوم في البرطمانات. بتحطي برطمان؟ طبعا حلو جدا. طبعا برطمانات الصلصه دي بعمل فيها على طول وما تعملش ريحه في الفريزر ولا اي حاجه. طبعا بس هقول لك كمان، احنا لو حطيناه في اكياس مغلقه محكمه الغلق زي محكمه الغلق برده مش هيريح معانا خالص على فكره. انت بتعينيه بقى في الفريزر ولا بشيله في الدي فريزر؟ يعني بتحطيه في برطمانات وتحطيه في الدي فريزر؟ في الدي فريزر. دايما يا حبيبتي وبيطلع كده زي الفل، ابيض وحلو وجميل كده
صدقيني انا وجوزي قعدنا عملنا امبارح خلصنا في 10 دقايق. اه على فكره ما ياخدش وقت مننا حاجة. ده حقيقي ده حقيقي. بدل ما الواحد كان بيشتري صدقيني كنت بشتري اضعاف 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 يعني هو ثمنه ما اعرفش بكام الكيلو. أيوة. بقى مفروم اضربي اضربي اه يعني هو ليه يا جماعه الموضوع بسيط ده هي كبه وسكينه والموضوع خلص وكم كيس. لا فعلا الموضوع انا عايزه اقول لك انا ما كنتش بعمله كنت باخده من ماما بس عايزه اقول لك بقى لي كده سنتين اجيب حبه واروح عاملاهم وانا واقفه. استقليتي بقى استقليتي. لا مش قوي ما اقدرش طبعا ربنا يخليها لي واقدر اعمل ربع اللي هي عملته معايا مع ولادي. طبعا لا بصراحه طبعاً. لا يعني ما استقلتش قوي بس يعني اقول ايه عملوا ايه ما تقلش على الست والراجل بيقعدوا يعملوا لنا كتير. عشان الناس كبرت بقى وكده ربنا يخليكم لينا ربنا يخليكم لينا يا رب جوزك واولادك يا رب. حبيبتي تسلمي لي. انت عارفه دايما انا بحط في الثلاجه بقى في الفريزر فوق البصل والثوم واللحمه المفرومه المعصبه وكفته الرز فعلا بقليها وبحطها بشيلها كل حاجه بتبقى والشوربه اكياس اكياس كده بحيث ان انا اطلع والملوخيه برضو بفرزنها الباميه. بصوا بصراحه انتوا جيل لا يعوض جيل منظم عارف هو عايز ايه موفر ما بياخدش الطبخه 5 دقايق صراحه يعني لا. اطلع شوربه ملوخيه اللحمه يا دوبك اسلقها او اذا كان في شوربه ماشي وكل حاجه بتبقى جاهزه دايما تعيش حبيبتي دايما عايمر يا حبيبتي وسلمي على الكاست كله كل سنه وانت طيبه يوصل يا حبيبتي وانت طيبه يا حبيبتي ربنا يخليكي مع الف مع السلامه مع السلامه حبيبتي. يا فيفا انت عماله مهتمه ليه بالبتاع ده وعماله تعملي كده ليه بقى؟ عشان انا هجيب الصاج اللي بيدخل الفرن واروح حاطه كده ده ماشي ومدخلاه الفرن ناشف وبعد ما ينشف هيبقى طالع معايا بالشكل ده اهو ده بقى يا نهار ابيض ريحه الثوم فيه قويه جدا. انا هدخله الفرن اهو بالشكل ده ماشي ولو في ورق اخضر لو في هيطلع بقى معايا بالشكل ده. بصوا عامل ازاي بصوا شايفين اهو. تعالوا قبل ما اخلص انا دخلته الفرن على درجه حراره 70 كل شويه والمروحه ادخل اروح مدياله ايه مدياله تقليبه. بصوا بقى القش بتاعه بيعمل ازاي اروح حاطاه بقى في الكب او في المطحنه بشويه نشا معلقه نشا بس كده واتفرجوا على الحلاوه. توم انما توم طبيعي نكهه طبيعيه اهو سواء يتعمل بيه القشر او يتعمل بيه التوم المفروم الاتنين واحد. طيب والبصل جبت برضو قشر البصل اهو وشطفته وبعدين دخلت الفرن اهو هيطلع غامق معانا هنحط له ايه برضو ورق حبه ايه نشا اهو وعايز اقول لكم بيطلع مش عايز اقول ريحته خطيره ازاي بصل خلاص وطبعا هنحط له زي ما متفقين معلقه نشا ونضربه. طيب ده بصل اصفر خلوا بالكم اقدر اجيب البصل ابيض عشان يطلع فاتح معايا اكتر من كده او اضرب البصل زي ما احنا اتفقنا ونروح عاملينه ايه زي ما متفقين ان احنا نروح فردينه على ورقه زبده وندخله الفرن كل شويه نقلبه ونحطلوش اي حاجه ونقلبه لحد ما يطلع يبقى ناشف معايا كده واحطه في الكب. التوم مش استهلاكنا فيه خالص زي مين زي البصل. ضروري بقى التوم ده احط له ملح مهم جدا ليه علشان ما يبقاش ماسك في بعضه مهم قوي واضرب ما بحطوش غير ملح بس كده كده واروح جايبه الكيس بتاعي ومعبيه فيه. حاضر انا عندي هنا بس فاضل لي اضرب الطماطم واوريها لكم واضربها وكده ابقى خلصت. حاضر شامين يقول لي اتاخر واعبي بقى الثوم
اسمحوا لي بس اعبيه بالطريقه دي عشان ما عنديش وقت، واروح فرداه برضو هنا على جنب كده ومخرجه منه الهواء تماما اهو، اعمل كده كده برضو وافرد وخرج الهواء تماما. طبعا الثوم ما بقول استهلاكي فيه مش زي البصل، البصل طبعا استهلك منه كميات، لكن ده مربعات مكعبات بيديني طبعا كمية اهو. حاضر، بصوا بقى، وبرضو بقسمه كده بالسكينة او بايدي، بس ده كمان بقسمه مربعات، يعني بعد ما اعمل كده اعمل كده اعمل كده، شايفين؟ بس كده يبقى عندي البصل وعندي الثوم. اخر حاجه عندي ايه؟ حاضر، طيب هقول لهم بس اهي، بصوا بقت عندي عامله ازاي، هديها الضربه لحد بقى بالهاند بلندر او هسيبها تبرد وبعدين اضربها بايه؟ بالخلاط. بصوا لونها عامل عندي ازاي، هضربها بقى، بصوا خطيره خطيره، ملحمه ولونها طبيعي وتحفه، هضربها ولحد ما اخليها ناعمه خالص، وبعدين هسيبها على النار تاني لحد ما تبقبق تبقبق، يعني عارفين كده البوتاجاز نظيف، الاقيه بدا يتملي ايه؟ طماطم. اول ما اوصل للخطوه دي فهي كده نشفت الماء اللي فيها تماما، اقلبها واسيبها حبه تاني ما تتحرقش معايا يعني ولا تتلسع، يبقى هي كده بقت جاهزه. ارفعها من على النار اسيبها تبرد وابدا بقى اعبيها في اكياس زي كده، ويبقى كده احنا خلصنا من الثوم المفروم والثوم ميه البصل والبصل كمان المفروم والبصل البودره وكمان بصل الثوم البودره والصلصه. بكره ان شاء الله بقى نشوف هنعمل ايه تاني، اشوفكم بكره على خير من واحده لاثنين والاعياد الرابعه صباحا، ربنا يعود علينا كلنا ايام بخير، باي باي.